أعدت التسجيل لأن الصوت لم يكن مسموع جيدا. الفكرة التي أردت أن أطرحها بتزامن مع الدخول المدرسي، العديد من الأطفال يحتاجون إلى الأدوات المدرسية. طبعا جائحة كورونا كان لها أثر كبير على مختلف العائلات المعوزة. الفكرة التي أريد أن أطرحها تبنتها زميلتي من قبل ملاك البشير. اصنع معروف، اتصل بمعلم، خذ قائمة الأطفال المعوزين أو اليتامى، اصنع معروف واصنع خيرا معهم، اشتري له الأدوات المدرسية. كلما مررت بمكتبة تذكر يتيم، تذكر معوز، قلم، سيالة، كراس، محفظة، مئزر، قد تغير في حياته الكثير والكثير. أنا من قبل في القسم صنعت كرتون، صنعت من خلاله صندوق أسميته صندوق الإعارة. استعر واستلف ثم أعده. طبعا هنا نميت عندهم الأمانة، كانوا يستخدمون تلك الأدوات المدرسية ويعيدونها من باب معلمتي لقد كنت أمين، أنهيت وأعدتها. يعني أنا عززت فيه حب التعاون والإيثار وأيضا الأمانة. بعض التلاميذ كانوا يحضرون من البيت أدواتهم المدرسية الإضافية، أقلام، سيالات، كراريس، كل شيء يضعونه في الصندوق. وعلى مدار سنة لم يحتج ولا تلميذ لا إلى سيالة ولا إلى قلم ولا إلى أي شيء من الأدوات المدرسية. الفكرة التي أطرحها الآن وبالتزامن مع الدخول المدرسي، يمكنك أن تتصل بمعلم، خذ منه قائمة اليتامى، قائمة المعوزين، ساعد ولو طفل واحد فقط، ستنجح لأنك ستشارك في صناعته للغد ويكون شخص منتج. ربما ذلك القلم سيخلق فيما بعد طبيب، ربما ذلك الكراس سيجد المهندس والطبيب والمعلم وكل والشخص الذي يثمر في المجتمع حقيقة. الفكرة أكثر من رائعة، تبنتها صديقتي ملاك البشير على مدار 6 سنوات. كان لها طفل تساعده في مرحلة التعليم الابتدائي، ذلك الطفل هو الآن في المتوسط وما زالت على العهد. أتمنى أن يشارك الجميع الفكرة. مرورك على المكتبة، تذكر ذلك الطفل اليتيم، تذكر ذلك على ذلك المعتز أو المعوز عفوا، اشتري له أبسط الأشياء، قلم، رصاص، مقلمة، قد تغير عنده وقد تزرع فيه حب الدراسة وحب المدرسة. أتكلم، أعيد وأكرر، أنا أتكلم هنا من باب الاقتداء وليس من باب الرياء مطلقا. تحياتي للجميع، تبنوا الفكرة.